بتخفيضات تصل إلى 30% في المواد الغذائية، وبمشاركة 45 شركة تجارية والعديد من الأسر المنتجة. دشن في مدينة المكلا معرض الشهر الكريم الذي تنظمه المؤسسة الاقتصادية اليمنية بإشراف السلطة المحلية في المحافظة، استعدادا للشهر الكريم ولمبدأ مساعدة المواطن ومراقبة الأسعار والتدخل فيما هو صالح المواطن، بحيث أن تكون الأسعار في متناول يد الجميع قدر الاستطاعة وقدر الإمكان. قامت المؤسسة الاقتصادية باستئجار هذا المكان وهو يعتبر أكبر قاعة في محافظة حضرموت، وإعداده وتجهيزه بكل الوكلاء وكل الشركات حتى تساعد في الأسعار للمواطن. وهانذا نحن اليوم قد طفنا هذا المعرض ووجدنا ما يسرنا مقارنة بأسعار السوق، ولله الحمد هناك انخفاض كبير، أقلها يصل إلى 30% وأعلاها أكثر. نعم نحن قد وجهناهم سابقا، ولكن اقتصرنا على المواد الأساسية بحيث أنه يرفع التاجر أسعار المواد الأساسية في متجر. فيه تفاوت كبير في الأسعار، وهذا يعود على سعر الدولار وانخفاضه وارتفاعه. لا تتم العملية بسهولة ضبط الأسعار بشكل عام في كل ولكننا حقيقة نراقب هذه الأسعار ونوليها اهتمام كبير إن شاء الله. الهدف من هذا كله هو كيف توصل المواد واحتياجات رمضان وخاصة المواد الأساسية بأقل سعر للمواطن، وهذه خطوة ابتدائية للمؤسسة الاقتصادية التي تليها خطوة فتح منافذ البيع المباشر التي ستكون على بشكل مستمر وعلى طول العام. هذه معارض موسمية وهي خطوة أولى لفتح منافذ مباشرة للمؤسسة الاقتصادية. نحن وفق توجيهات الأخ المحافظ وفق توجيهات جميع التجار، كل التجار عاملين تخفيضات في الأجنحة وعاملين عروض، يعني لا ننسى أنه بعض الزبون يجي يقول لك ما في أي تخفيض، التخفيض في العروض بالإضافة إلى عرض، هذه بالقيمة، العرض اللي موجود فوق السلعة يعتبر بقيمة. يعني أغلب الشركات أنت بتلاقي من 20 إلى 30% نسبة النقصان عن السوق. معرض الشهر الكريم احتوى على أجنحة للمواد الغذائية والاستهلاكية والكماليات المنزلية والعطور والإلكترونيات وغيرها من متطلبات واحتياجات رمضان، حيث يهدف المعرض لتوفير احتياجات المواطنين وبيعها بأسعار مناسبة ومخفضة من أجل شراء كافة المتطلبات الرمضانية. بالنسبة لليوم هذا شيء جميل لبعض الأشخاص، صراحة في بعض ناس مش عارفين من فين يشترون الأشياء، وهذا المكان احتضنهم، يعني احتضن عدة مؤسسات وفي أسر منتجة برضو، وإن شاء الله تكون نحن داعمين لهم وتكون أسعار مناسبة للجميع. تعرفون الأوضاع البلاد وشهر رمضان قادم. بالنسبة لهذه المعارض في بعض الأحيان تساهم على حسب، لأنه في بعض مؤسسات تعطي تخفيضات مناسبة وفي بعض تكون على الأقل سعر يحفزهم، وإن شاء الله تكون شيء طيب للجميع. يعني طبعا أكيد بيخفف شوية على المواطن، وتحس المواطن يعني أقل حاجة تحس راتبه 35,000 متعاقد في إدارة حكومية ولا حاجة، تحس راتبه 30,000 ولا 35 ولا 40,000. يعني المعرض هذا يعني لقى قليل يعني على المواطن وخفف قليل على المتعاقدين هذيل. بالنسبة للمتعاقدين يعني دحين هم طرحوا أملهم يعني أمل كبير للسلطة المحلية، يعني طبعا برضو الأسعار الأسماك والأسعار المواد الغذائية نشكرهم جزيل الشكر. يعني عاد نحن نبغاهم يخففوا مننا يعني من البقالات، يعني أسعار البقالات يعني اليوم هم يعني السلطة المحلية يعني ما قصروا في هذا المعرض، ولكن نبغاهم عاد نحن في البقالات ما بقالات والسوبر هذه نبغاهم يخففون شوية يعني على الأسعار والمحروقات. طبعا أنا كل سنة أحضر هنا واشتري أنا والأهل، جينا نشتري غرض رمضان من المؤسسة الاقتصادية، أسعارهم مرة حلوة ومناسبة برضو وأفضل من السنة الأولى. المعرض يزامنه العديد من المعارض في المحافظات الأخرى، فمع غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية زادت معاناة المواطن وجعلته يقبع في دوامة التخفيضات والبحث عن البدائل، ليأتي المعرض ويقدم متطلبات المواطن
بأسعار مخفضة ويسر وسهولة.